السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقوا إن شاء الله في واحد الوصفة رائعة للشعر. بالنسبة للشعر راه كنز، مكونة من ثلاثة المكونات، وطريقة سهلة باش الشعر ديالكم يستفد من هاد المواد. هما كتشوفوا هما قدامنا ثلاثة ديال المكونات، اللي هما الروزماري اللي هو إكليل الجبل، اليازير. عرفتوا هذا راه عنده واحد الفوائد كثيره بالنسبه للشعر، كيطول الشعر، ينبته، يعالج من التساقط، كيملئ الفراغات، وكيساعد على الكثافه ديالو. فوائد كثيره. بالنسبه للقرنفل راه حتى هو كيقوي منع من التساقط، وتا هو عنده فوائد كثيره. راه كاين واحد في صندوق الوصف رابط كيفاش تعدلوا القرنفل الا بغيتوا تستافدوا منه اكثر، وتعرفوا حتى الفوائد ديالو. هذا بالنسبه لهاد المكونات اللي هما كما قلت لكم راهم كنز بالنسبه للشعر، راه رائعين رائعين، وكيفيدوا الشعر في كل شيء، كاع المشاكل ديالو كيفيدوا. وكاين هاد الخزامه حتى هي كتعالج من القشره والفطريات، كذلك كتطول الشعر وتكتفو وتمنع التساقط. هادو ثلاثه ديال المكونات، وغادي نستافدوا منهم بابسط طرق، بابسط طريقه غادي تستافدوا بلا ما تعذبوا، لا عمل هذه ولا عمل هذه. بالنسبه للقرنفل اللي بغات الطريقه ديال طريقه اخرى ديال القرنفل راهي في صندوق الوصف. هذه طريقه سهله باش الشعر ديالكم يستافد من هاد المكونات. هادو دابا هاد ثلاثه المكونات اللي هما الخزامه واليازير اللي هو كليل الجبل والقرنفل، كنقيهم ونشمشهم اولا يسخنهم باش يسهلوا في التطحين، ونطحنهم. هانتوما هذا طحنتهم دابا بثلاثة، طحناهم ولكن طحنوهم وحاولوا تغربلوهم مزيان. ها هما شوفوا هادو، شوفوا عاوتاني هذا نقرب لكم هذا المكون، عتشوفوه بانه مغربل مزيان باش منين خلطوه مع الشامبوان ديالنا راه هو ما يبقاش يبان، مابقاش يبان هكا حرش ولا شي حاجة. وها انتوما كتشوفوا القرنفل، ها صافي، هادو هما المكونات ثلاثة اللي عندنا. شنو غادي نعملو؟ غادي نشبروهم. اي شامبوان ديالكم، انا اختاريت هذا الغاسول، رانا زولت له داك لومبالاج ديال داك ليتيكات ديالو باش ما نعملش ليه زعما تسمى رانا كنعمل لكم الاشهار ولا شي حاجه، ابدا. هذا انا واخا رخيص كيعجبني، الاصل ديالو من الغاسول. هذا النوع هذا كاين في الصغيره بحال هكذا، وكاين في قرعه كبيره. واي شامبوان عندكم، اي شامبوان كيعجبكم تخلطوه، ما تخليوش هكذاك غير بوحدو تغسلو به. غادي نشد بر واحد الزلافه، نخويو فيه هاد المكون الشامبوان، راه هو فيه شي 95 ملي، وقد ما كانت هذا الكميه كثيره قد كدوبلو المقادير. ها هي خويوها، نتوما كتشوفوا اللون ديالو الغاسول، انا عين صحوني به، عملته لقيته مزيان، وليت كنعملو وكنعمل ليه هالطريقه باش كتزيد تقوي داك الشامبوان وما كيضررش الشعر. وساهله هالطريقه، راه ما فيها حتى شي حاجه، ساهله. كتعملوه وتخليوه في الحمام ديالكم فين ما تبغيو تغسلوا الشعر تلقاوه موجود. ها هي هاد الكميه، هي هانتوما كنعمل هاد إكليل الجبل اليازير تقريبا جوج معالق كبار، جوج معالق كبار مطحون ومغربل. وهنايا دابا نتوما كتشوفوا معلقة عود كبيرة هاد الخزامة، اليازير اللي فيه جوج، وهذه القرنفل معلقه كبيره. يا سلام على الريحه فيهم، ريحه غزاله. وهادو كاملين هاد المواد بثلاثه راهم مفيدين للشعر. اي واحد تسولو اللي كيفهم في هاد الشيء ديال المواد الطبيعيه راه يقول لكم راه مزيان للشعر، كنز للشعر هاد المواد. وانا عملنا هالطريقه بسيطه باش يستافد الشعر ديالكم منها. كنخلطوا مزيان، نحاولوا نخلطوا حتى كتنسجم هاد المكونات. ملي كنخلطوه راه كنبقاو نغسلوا به
خلطوه مزيان، احنا كنخلطوا دابا نتوما هذا مزيان، خلطوا حتى كتحسوا به راه تخلط مزيان. دابا كنشبر، اما كنعملوا في هذه القرعه ديالو نردوا ليها، ها هي كنعمل واحد الدواز باش يسهل وباش يدوز لكم في في في, في القرعه الشومبوان. مره هزوا داك الدواز باش ديك الهواء باش يهبط دغيا، هو دابا كيكون مسدود الهواء مسدود ما كيدوزش دغيا، كتبقاو تهزوا هكذا. نتوما كتشوفوا الطريقه اللي كنعمل انا، كتبقاو هكا تخبطوا تهزوا واحد شويه كيدوز. هانتوما كتشوفوا ملي كنهزوا شويه هو كيبقى يدوز، راه هو كيدوز. كتعملوه مع الخاطر شويه هو كامل دوزتو. هو دابا صافي نسولو هاد الدواز ونسدو كما العاده. القرعه كتبقى عاديه مسدوده حتى الوقت الاستعمال. اما كنعملوه في هذه، ما نعملوه في شي وحده اللي الفم ديالها واسع باش كنعملوا دغيا، باش كيتخوى لينا دغيا في القرعه كما بغيتو. دابا ها هو دابا الشامبوان ديالنا، ملي كنخلطوه مع الشامبوان نبقاو نغسلو به، كيوقف التساقط، كيولي الشعر كثيف وينمو بسرعه، كيكبر بسرعه. كنتمنى هاد الوصفه راها ساهله تجربوها، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.